بالحقيقه احنا في اربيل نحضر على قدم وساق قداس البابا في ملعب فرانسو حريري الذي سيحضره 10,000 مصلٍ، وبالتالي مع كل التحضيرات اللوجستية من إصدار تذاكر الدخول إلى إصدار موافقات رسمية بما يتخص الأمور اللوجستية والتنظيمية والأمنية، كلها اليوم بدت جاهزة إلى النهايات، ولكن هناك بعض الأمور البسيطة أيضا في اليومين القادمين. يوم الأحد سيكون القداس، القداس هو ختام لزيارة البابا، وهو أيضا سيكون اللقاء الوحيد الذي سيجمع قداسة البابا مع المؤمنين بشكل عام في الهواء الطلق ومع هذا العدد الكبير. نحن محظوظون في أربيل أن يكون هذا القداس في أربيل، وبالتالي الكثير من المؤمنين يستطيعون الآن أن يحضروا لكي يشاهدوا ويأخذوا البركة البابوية من خلال هذا القداس. تقريبا صار لنا شهر احنا دا نتدرب على التحضيرات. التراتيل اللي احنا مختاريها هي تراتيل شعبيه ومدايح شعبيه تتضمن عده لغات، اللغه الكلدانيه والسريانيه وايضا اللغه العربيه واضافه الى اللغه الايطاليه. هالجوق مكون من 78 مرنم ومرنمه، وايضا عندنا جوق اخر اللي هو يخدم البابا بلغه ايطاليه، وراح تعزف ويانا ايضا اوركسترا لمتكونه من 17 عازف. فراح نرتل كل التراتيل اللي تخص القداس اللي هي المدخل ونهايه القداس وايضا ضمن القداس، فهاي تحضيراتنا راح تكون، واحنا اكيد كلنا شوق على مود نحضر ونشارك بهذا اليوم. زياره البابا هي بيناتنا، هي زياره سلام وأيضاً فرح وتشجيع لكل الشعب العراقي اللي يعيش في هذا البلد،